آن الأوان للمواطنين البالغين سن التصويت أن يحكموا الضمائر خلف الستائر، أن لا يصوتوا للعمد على أساس قبلي أو فئوي، بل على أساس النزاهة والكفاءة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بذلك نساهم في تقدم مدننا تقدما عصريا، ونترك العقليات البائدة خلف الظهور. لا يجب أن لا نستجيب للضغوط القبلية والاجتماعية، بذلك وحده نساهم في تقدم بلدنا إلى الأمام. بالنسبة لهذا اللي قالهم البرلمانيين جاي عن طريق أحزاب، ولا أحزاب نختارهم يتعرف على المواطن في الرخاء، إياك يعرفهم في الشدة، هاي نختارهم نعللها مرة أخرى، أنهم يتموا يتعرفوا على المواطن في الرخاء، إياك يعرفهم في الشدة، معناها لين تخلق محنه والله تخلق اي ازمه والله اي روايه، يا الله يشوف ساعد المواطنين الصبح يعودوا يعرفوهم ويعدوا لهم الخدمات، اياك يعود يعرفوهم، ما يعود ولا احزاب موسميه، ما يعود ولا احزاب ظرفيه مثابه القيطنه، ذاك ما هو مهم، لا بد يعودوا يعرفوا انهم هم ياخذوا المواطن، المواطن ولدانهم فهم. مرشح المختار عند المواطن البسيط، المواطن العادي، هو المرشح اللي يحمل هموم المواطن، يحمل هموم الشرائح. قايلنا عن المرشح الممازل الأمثل، وذاك الشخص اللي يتعاطف مع الناس، يعرف هموم الناس، يعرف قاية الناس، والشخص يا الله يعود موجود في المقاطعة والبلدية اللي يترشح فيها. البرلمان نفس الشيء، البرلماني يا الله يعود يعرف هموم المنطقة اللي جاي منها اللي مرشحته، يعود يمشي في همومها ويعرف هم شاغل شغل ذيك القرية. الأمد المستقبل يا الله يعود، بالنسبة لي أنا ذاك الأمد اللي يحل مشاكل الناس، يحل مشاكل شعبه، يأتنى به ويعرف أن الشعب هو الموصل للحكم هي الأولى، ويأتنى به ويمشي يبحث ويوصل للجهات المعنية من أجل الحصول على البنية التحتية كالمدارس وكالمياه وغيرها. نحن حاليا في الفترات الماضية انتخبنا أمد، ويأخذ بعض من المواطنين ويقول لهم لاهن عبدلكم ولاهن واسركم، عندما يصل واحد للحكم يمشي تليل عبر راسه والله يحصل هو لمحصول هو الخاص. الثقافه التقليديه اللي عندنا احنا البرلمانيين يؤدوا رجال كبار ويؤدوا كذا عندهم قدر، هم الشباب عندهم الحكمه وعندهم ويتعاملوا، والشاب هو اللي عنده القدرات يؤد برلماني حقيقه. هم متفقين في المستقبل.